السلام عليكم، حلقة جديدة من تست درايف. بعد ما شفرلي حققت نجاحات كتير كبيرة بسنة 2002 بإطلاق شفرلي تريل بليزر، عم تعود إنه بإطلاق الموديل الجديد كلياً بعد ما أطلقت النسخة التجريبية منه من قبل سنة تقريباً بمعرض دبي الدولي للسيارات. مقدمة السيارة عم تشوف إنه هي كتير مرتفعة على الأرض، عم تتميز بإنه البمبر السفلي متصل بهيكل السيارة بدون وجود أي انحناءات أو شيء. هذا الشيء عم بفيد السيارة بالأوفرودينج مشان ما تضرب بالرمل. أضواء زينون عم تعطي كمان شكل متناسق مع شكل السيارة، كمان عم تميز بوجود كشافات ضباب. النفخة الموجودة على غطاء المحرك كان عم تعطيها شكل جميل نوعا ما. الواجهة بشكل عام عم تعطي هوية شفرلي الجديدة. طبعا سيارة من الجنب عم تشوفني مزودة بإطارات 18 إنش، إطار هاي بروفايل. عم تشوف تطعيمات الكروم موجودة على المرايا، كمان على إطار النوافذ وعلى مسكات الأبواب. طبعا عم شوف في دعامية جانبية لتساعد على الدخول والخروج من السيارة. من الخلف كمان عم شوف انه السيارة تقريبا اعرض من هي من الامام، هذا الشيء عم يساعد على انسيابة الهواء اكثر. الاضواء الموجودة على السيارة الخلفية LED عم شوف انه هي ممتدة من جنب للخلف بشكل انيق. طبعا من الخلف كمان عم شوف انه السيارة عليها حساسات لتساعد بصف السيارة بما انه طويلة نوعا ما. عم شوف انه عليها اكزوست واحد. أهم شيء بالسيارة من الخلف هو المساحة الداخلية. عم نشوف المساحة الكبيرة طبعاً داخل السيارة. طبعاً سيارة من الداخل بتتسع إلى 7 ركاب بوجود 3 صفوف من المقاعد. نحن عم نشوف المقاعد مدخلينهم هلأ، ففيك تسحبهم. لما تستخدم الصف الثالث من مقاعدك تستغنى عن المساحة الخلفية بشكل كبير، فعم نشوف بس بضل مساحة خفيفة. طبعاً شفنا كيف المقاعد الصف الثالث، خلينا نشوف مقاعد الصف الثاني كيف إمكانية الدخول للمقعد الخلفي أو بإمكانية طية. عم نشوف فينا نطويها بدرجة تقريباً 60 درجة مع إمكانية طية بالكامل. طبعاً المقعد الأخير عم نشوفه المقعد الأصغر بالسيارة، هو بعتقد لا بيكون لصغار السن نوعاً ما أو لقصار القامة. فخلينا نشوف كمان المقعد هذا كيف يكون قابل للطي نفس الطريقة، كمان 60 درجة وفي تطويه بالكامل، فبتكون مساحة أكبر للتخزين حتى. أما بالنسبة لمقاعد الصف الثاني فعم نشوف فيه كمان نوعا ما مريحة، بس مسافة الركب شوي ضيقة بالنسبة لي كطويل قامة. مساحة الرأس مناسبة. خلينا نشوف محرك السيارة. طبعا محرك شفرلي 6 سلندر سعة 3.6 لتر، عم بولد قوة 236 هورس باور وعزم عم بوصل ل 329 نيوتن. هذا بالنسبة لمحرك السيارة. متعرف أكثر على جير السيارة ومواصفاتها من الداخل وكيف استهلاكها للوقود. بالنسبة للسيارة من الداخل من الأمام عم نشوف إنه شفرلي استخدمت مقاعد جلدية تتحكم فيها كهربائياً، تتحكم بارتفاع المقعد وانخفاضه، بتحكم للأمام للخلف وحتى بظهر المقعد. بالنسبة للكونسول الوسطي عم نشوف إنه معمول على شكل دائرة، أزرار واضحة بالنسبة للكونسول الوسطي، سهل التعامل معه. فيك تتعرف على السيارة من أول مرة، في أماكن للـ USB والـ AUX. كمان في بالسيارة 35 مساحة تخزين عم تتوزع بشكل عام بالسيارة، بس صح 35 مكان تخزين بس اماكنهم يعني مساحه تخزين صغيره نوعا ما، فعم نشوف متواجده بكل مكان. يعني عم نشوف حتى التابلو هذا صغير نوعا ما. نشوف اماكن تخزين هون، الكاب هولدر موجودين هون، كمان موجودين تحت هالاماكن كمان. العدادات التقليديه لسيارات شفرلي الجديده عم تشبه عدادات سيارتها العريقه شفرلي كامارو، بس العدادات الارقام صغيره نوعا ما رغم انه مضاءه باضواء LED باللون الازرق البحري الفاتح، بس الارقام صغيره، كان ممكن تكون اكبر حجم بالنسبه لحجم هالسياره. خلينا نطلع لفه بالسياره ونشوفها على الطرقات. تريل بليزر مبنيه على قاعدة الهيكل فوق العجلات، يعني تم بناء الشاسيه والاطارات بعدين تم تركيب غرفه السياره والهيكل فوق هالشاسيه. طبعا جير السياره جير من 6 نسب، عم نشوف فيه نظام تيبترونيك ليعطي طابع رياضي اكثر بما انه هي سياره رياضيه متعدده الاستعمالات. هلا نظام كثير مهم بهالسياره هو نظام الدي اتش سي، نظام هو نظام بيساعد عند المنحدرات. هذا النظام موجود، الزر تبعه موجود ورا الجير، ما عليك غير تشغل النظام
وتترك السيارة ما في داعي تستخدم بريك، السيارة لحالها بتتحكم بمانع انغلاق البريكات، وكمان بتتحكم بسرعة كل إطار لحاله، مشان هيك السيارة بتتحكم بطريقة أحسن على المنحدرات. طبعا السيارة مثل ما حكيت تجي بفئتين، فئة الدفع الثنائي والدفع الرباعي. أنا معي اليوم فئة الدفع الرباعي، من خلال الزر موجود خلف الجير فيك تتحكم بالنظام. خلينا نختار نشغل فور ويل هلا، خلينا نجرب هالنظام أو نجرب أوف رودينج شوي للسيارة. عم نشوف إنه السيارة تقريبا ارتفاعها كتير ممتاز بالنسبة للأماكن ممكن تدخلها أنت بالرمل. طبعا أنا ما عم جربها ببرد تقريبا، بس عم جربها بعض المرتفعات الخفيفة. طبعا بما انه السياره متعدده الاستعمالات، يوميه رياضيه، جربناها شوي اوف رودنج، يعني السياره طبعا فيك تستخدمها بمجال اقوى من هيك. خلينا نجربها شوي على الطرقات العاديه. بالنسبه لمصروف السياره من البترول، فالسياره تستهلك تقريبا 12 لتر فاصله 2 لكل 100 كيلومتر بمعدل وسطي، سواء كان خارج المدينه او داخل المدينه. بالنسبه لقوه السياره، حكينا ان قوه السياره بالنسبه للهورس باور هي 236، اما بالنسبه لقوه قطر السياره، فاذا كانت معك سياره دفع ثنائي اخترتها كفئه دفع ثنائي، فبوصل قوه سحبها ل 728 كيلوغرام. اما اذا كانت معك سياره دفع رباعي مثل ما معنا اليوم، فقوه سحب السياره بوصل ل 2500 كيلوغرام. بالنسبه لسقف السياره، مثل ما شفنا بالشكل الخارجي مثبت عليها بايبات من الالومنيوم، هذا مشان تثبيت الحموله. سقف السيارة بوصل تقريبا استطاعته لحمل حوالي 100 كيلوغرام. هلا شفنا السيارة هي أكثر شيء سيارة للأوف رودينج، كثير مرتفعة على الأرض، فيها نظام الهيدروليك لترفع وتنزل السيارة. بالنسبة للستيرنج السيارة عم نشوف هو مالتي فانكشن، في أزرار للتحكم بإعدادات السيارة، بس كمان نفس الوقت عم نشوفه كثير ثقيل نوعا ما، بيسهل هذا الشيء للأوف رودينج أحسن ما يكون خفيف. طبعا بالنسبه للمرايا فيك تطلبها انت كمرايا كهربائيه قابله للطي كهربائيا، نحن معنا اليوم هيك. كمواصفات اخرى فيك تطلب السياره بفتحه سقف، فيك تطلبها بمواصفات اخرى كشاشه مثلا. أعزائي متابعين برنامج تست درايف، الآن بإمكانكم تختاروا الحلقة القادمة اللي بتفضلوا مشاهدتها من ضمن الخيارين الموجودين أمامكم. ما عليكم إلا كتابة الهاشتاج تجربة قيادة مع اسم السيارة اللي بترغبوا مشاهدتها واللي بتحصل أكثر طلب، نعرضها الحلقة القادمة إن شاء الله. وهيك كانت تجربتنا لليوم مع سيارة شيفرلي تريل بليزر. تابعونا بحلقات جديدة وتجارب جديدة، وما تنسوا تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، فولو على تويتر، سبسكرايب على يوتيوب، وتابعوا مقالنا باستمرار لتشوفوا كل جديد. وهلا صار فيكم تدخلوا على speed.com وتكتبوا تعليقكم عن السيارة، تكتبوا مقال عن تجربتكم لسيارات شيفرلي وتشاركونا فيه بالموقع. حياكم الله. وهيك كانت تجربتنا لليوم مع سيارة شيفرلي. وتابعوا موقعنا باستمرار لتشوفوا كل جديد. وهذا صار اليوم معنا سيارة من الصانع الألماني أمريكي.